والمجيرة كيف ما العادة باش يجيو بحذانا أربع كوبلوات نشوفوا كان يعرفوا بعضهم بركدي ولا كان يعرفوا قدرات بعضهم بركدي ولا في الآخر باش يقعد كوبل واحد هو اللي باش يدورغو ممكن يربح الكهرباء. نعم كهرباء اللي ربح كل ميسيون تو مازالت ما خرجتش الكهرباء دوك عندها بلوس دو شونس باش تخرج. انت زاد اللي تفرج فينا في دارك من تو تنجم تبعث اس ام اس في حرف ال 85 812 وممكن من هنا لاخر ميسيون تلقى روحك رابح الكهرباء. كيف ما العاده صارت قرعه مع مات خبرت قريش عند المنافس خلينا نعرفوا انا هو الكوبل اللي باش يميزي الاول واللي باش يجاوب الاول نستقبلوا مع بعضنا اول كوبل ايكيب الكوغ غفران عبد الستار. كيب البيك انتم اللي تميزوا وتجاوبوا الاخرين ما عندكمش لافونتاج مي توتي بوسيبل تنجموا تتفضلوا انا جاي لكم تو سويت هذوما هما لي كوبلي نتاع
نفس الحاجة، أما كل حلقة فرحان على خاطر نلقى قدامي أربع كوبلويت بالحق مزيانين مختلفين. وميرسي ليكيب الكاستينج على الكوبل اللي قاعدين نلقاو فيهم كل نهار الجمعة. سافا ظاهرين باش تعديو ايميسيون باهية من الداخل نتاعكم، ظاهرين متفاهمين الكل. خلينا نبداو نتعرفوا عليكم بالسياسة بالسياسة، نمشيو لعدلان ومنى. مرحبا. مرحبا بيك عدلان. مش عدنان، عدلان زعدول من نابل. عندكم 15 سنة مع الرسين، يظهر لي الأقدمية عندكم. شكون فما شكون أكثر ولا من 15 سنة؟ مستحيل، صعيب ياسر. الأقدمية عندكم أنتوما، الإكسبيريونس نورمالمون عندكم أنتوما، 15 عام مغياج، زوز صغار. كيفاش عرفتوا بعضكم؟ دوك موني وقتها أنت تقرا في الفاكولتي في نابل، كاريا أنت وثلاثة صاحبات ولا زوز صاحباتك أخرين. أي. أمومو جاء عدلان اللي هي وفات الدار اللي أنت كريتها، دار بوه، جاء باش ياخذ حق الكرا. صحيح. الوالد الله يرحمه قال لي يهبط جيبي الكرا. ها فهمتي، راهم اليوم 10 في الشرطه ولا خلص. ما جبتش كريمه، جبت امراه. بطل تحزم عندنا شنو تقول لهم؟ لقيت الكريمه، لقيت مرتي. جبت. خلينا نفسروا دوك. جاب ياخذ الكري وقتها انت فما الرابعه ولا انتو كان اللي معاكم كريم معاكم لا تخوزيام؟ لا تخوزيام. خرجت. خرجت واحنا قررنا معناتها عندنا ديفيكولتي دو بايمون. دوك عندكم ديفيكولتي دو بايمون، ما تنجموش تخلصوا. جا عدلان قلت رانا برجولي ما نجموش نخلصوا، رانا باش نخرجوا. عدلان وقتها تضرب فيك، هو ديجا ملي شافك تضرب فيك هكا. وانا عدلان هبطت هبطت في بالي على اساس ناخذ الكرا، كريت كريت مرتي، نسيت الكرا ونسيت اللي الواد الله يرحمه يستنى، ونسيت روحي علاش هبطت، ونسيت روحي الواجيت. اسمعني، هو يقول لك لامو غو افوغل، معناتها الحب يخليك اعمى. انت تلمو معناتها حبيتها من اول من اول نظره، خلينا نقولوا مشيت ابعد من هكاك. لا يزي، قلت لها تو نلقى لكم واحده طفله ثالثه تسكن معك. ما لقيتش طفله ثالثه، دوك شعمل من غد وقت ما ديت له الفلوس ناقصه عدلان كمل من جيبه. قلت له صحيح. المهم وقعد يكمل. استنى مازال مازال اي سي با فيني. عدلان دوك خلصت وقتها، ومن وقتها قعدت كل مره عامين قاعد يخلص تخلص في اللي في اللي في الكرا حتى تخرج. انا وليت لهم لهي بالكرا بالضوء بالماء وبالهزان وبالجيبات. بالهزان والجيبات، بالهزان والجيبات، نهز وتجيب زاده، نهز ونجيب. موني حتى من بوسون انا نجم نقول روح السته لخمس ونص في الدار. اون توكا ضحكوا لعب ملي بديت العلاقه كيكا. انت جوست تعرف هذاك كل باش ما تخرجش مونا من الدار هذيك، الحب ولا ريسيبروك. وعطاها 25 سنه عرس ما شاء الله، وعطاها برشا محبه. نقول لكم بون شونس. فما فاز جوست نحب نرجعوا لها نحكيوا عليها بعد العرس. وقتها ما فماش برشا فلوس، دوك باش تمشيوا للوتيل. عدلان قال لك حضر كسكروتيت وغازوز. باش نعمل لك سيربريز. وقتها احنا عرسنا في اوت في تومبوكس سيزون معناتها نتاع الشيخات وكل شيء، ونحنا وقتها عرسنا ما غير لا دون حتى شيء، لكن ما عندنا حتى شيء. دوبا تخرجت عرست. مش وانا عندي شهريه برك. حتى الكل مشيت في الكري. مشيت مشيت في الكري. في الكري. اكزاكتومون. حط حق الكري. الكري يشري بهم دار. ايه عنده دار، عنده وقتها. قلت لها شو نعمل تو عرس ومونا ومعرسين وكل شيء على اساس الناس نتفردوا. قلت لها نهزك لوتيل. باش نهزك لوتيل؟ قلت لها لوتيل. كيفاش قلت باش نهزك لوتيل؟ حضر كاس كروتيت وكاس كروتيت معناتها فهمتني شويه كاس كروتيت حاجه خفيفه. حاجه خفيفه. مشينا لياسمين حمامات حسيلو، قعدنا لقينا حطينا لي طابلو كل شيء، دخلنا في الاوتيل. حط الكهرباء. حطينا الكهرباء، لقينا الغازون. انا قلت نضال صاي وصلت للاوتيل وجوي احلى جو. ها؟ اخي برك الكهرباء في الباركينغ وفمك الغازون باهي بالكدا كل شيء. في الباركينغ. ياخذ الغازون غاديك فرشنا غاديك. دوك عملتوا بيكنيك. عملنا في الغازون تاع الباركينغ تاع الاوتيل. لاني ما خدتش الاوتيل. لاني نضرب الجو الشيخات احنا قاعدين. لاني ما ساعات راهو الفازات هذوكم كلها سامبليسيتي وكل راهو عندهم شارم ما تلقاش. وكنت تمشي روتين سكيت وار واقوى ريستورون كل ما تلقاش الشارم تاع القاعده هذيك. قلت لك يقعد لكم ان بون سوفينير اللي تو تحكيوا لنا عليه. بون شونس ليكم، نقول لكم بون شونس. نتعداو الكوب الاخر مازال برشا زاد عمر. دوك عمر وكيل شركه دي برودوي اليمونتيغ امبورتي، اخلاص كونتابل في سوسيتي من صفاقس. زوز عندكم بريسك عامين معرسين، نجم نقولوا مازلتوا عرايس جدد عامين معرسين. برشا محبه ما بيناتكم. دوك خلينا نشوفوا كيفاش عرفتوا بعضكم وكيفاش بدات العلاقه. في 2008 دارهم نقلوا ولاو جيران نتاعكم. دارنا مقابلين بعضكم. اه ونلقاها قدام.
شو السمارية هذيك؟ الباب مقابل الباب. يا خلاص ما عادش تسكتوا، أنا عمر عامل عليه جو، خليه سبونتاني. الباب قدامنا زوج مترو. وش بك شديد الصفة كذي؟ واو الباب قدام الباب. واضح فهمنا تو فهمنا باهي. دونك عمر وقت شفت خلاص، وقت يا ريت خلاص أنت قبلت عليها، أما مازال ما عندكش الاسم وقتها. لا قبل. لا هي ما لا تكرهني. ها؟ ما نحملوش. ما أنت ما تحملوش. أي ما يسلمش. يخرج يشوف كل حلقه كل حلقه لازم امو عندنا كوبل كان مش اكثر تقول للمراه ما نحملوش وقلت امبوسيبل نعرس بيه وكنت ما نحملوش جمله كيفاش ما نحملو ما يسلمش يغزر هكا هذا نغزر على الجنب كوا سكان جدد جايين لحومتنا يعني شكون انت حقره معناتها اي يغزر من تحت الشفر هاي برا ما علينا فيه اليوم غدوه سنين تعديت بعد وليت كل نهار نرى كل نهار ولا يقول صباحي ها ملا تحصل طلعت مش ببلاش اول حلقه والعسل نتاع درنا فوز درهم انا قعدت ضاعت ويني نعمل هكا حلباب عندنا كسالة ضاعت انا شنو شنو كسالة كبيرة لو كنت في بالك هما هزوها ولا شنو يا قبش نرى فمشي متعلى الباب دوك انت وقتها ما كانش عندك اسمها لين سمعت نهار امها عايت ترقت لها اخلاص برا جيب درا شنو سي بون ولا عندك اسم ولا عندي اسم دوك مشيت لوجه عليها على الفيسبوك بعثت لها ما جاوبتكش ما لقيتهاش لوجه عليها على الفيسبوك ها خلاصات لكل كتبتهم في الفيسبوك خلاصات لكل كتب هي كاتبه اخلاص ما عندها ما غيرهاش ها امدا ولا نكتب فيها اخلاص بالهاش خلاص نتاع تونس الكل جاوني هي لا دونك انت سبيسيالتي تاع الخلاص تاع تونس كله سبيسيالتي خلاص الكري دونك انت وقتها قلت عليها قلت لهم كيفاش تمشي تخطب لي هكا ولا؟ اه يا اخي امي قالت لي باش نخطب لاخوك قلت لهم يخطب لي قالت لي الطفله السمحه قلت لها قالت والله يا اخي باش ناخذ لاخوك نعم كيفاش؟ غدوه ماشيين يعملوا عمره غدوه قبل ما تاخذوا الطياره تمشوا تاع العمره تمشي تخطب لي هكا قلت له قبل ما تطلع في الطياره ممكن ما تخرجوا من الدار قبل ما تخرجوا وهم استنى وهم اخلاص كانوا باش يخطبوك الخوه خوه معناتها كنت تعرفه ولا ما تعرفه لا 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 جمله نحدنا حدر واحنا ما نعرفوش السلام هو خوه يسلم خوه يسلم به هذا حاسس بدري كل شيء من الاول لا يقول على السلامه ويسلم كيفاش معناتها وليت نحبوه مش يحبوا يعجبني وليت كل نهار نراه هنا نقرا تروازيام هكاك باك الصباح نراه العشيه نراه هو بالمطور هذيك الحمراء نتاعو اه وفي ثنيه انا نمشي على سقيه ما نحبش مويان دو ترونسبور الصباح طفلها وخرج يبدا يستنى فيها حتى بابا مش يوصلني خدم في المطور ها ها قاعد يستنى راه شنو معناتها هو يتبع فيك يتبع فيا ضيعت خدمتي انا نصريه شو معناتها هو تنمو معناتها حبك وبالغير عليك قاعد يتبع فيك باش ما تبدا ماشي اللي سي كتبدا مروحه من اللي سي ما يدور بك حد وما يحكي معك حد عمر برشا حب زيد على خاطر تو قال نشوف في فازه اللي هي بالحق ما نجم نقولوا برشا حب ولا برشا غيره انت فسر لنا تنمو تغير عليها ولا تنمو تحبها وقتها هي خلاص دخلت تقرا فاكولتي دونك انت ما تقراش وقتها ما قعدت تدخل معاها كل يوم فرد في فرد فاك وتبع في الليكور نقرا معاه حفظت لي كورة كل حفظت الأوقات لكل حظوني غادي بركة باش تكون حاضر معاه في الأوفي باش ما يدور بها حد أبار مش ما يدور بها حد ونجاوبو ونجاوبو ونقرا وعادي غبت مرة ثلاثة مرة حسينو فما أربع أيام ما مشيتش أنت مشيت السنة تاعي البروف نتاع الفينونس قالت له يا أخي وين هو زميلك اللي قاعد بعد النار ما عادش يجي قالت له عنده ما يعمل اليوم كان الصديق أنا ما عنديش خو عبارة هو خويا بدا نقول له خويا على الأول كي يحكي معايا يبعث لي بالمسنجر يعيش خويا ولا عندنا الأصحاب دوك لهنا ميساج جاتي برشا أمل للولاد اللي برشا بنات يقولوا لهم نحبك يا خويا وعايش خويا وكل شيء سيدي شاكي قالت لي خويا قلت لها رينا ما نحبش كي خويا قالت لي لا كيف فهمتها ما نحبش كي خويا قالت لي احنا في الفميم تاعنا لا عندنا صحيب لا عندنا خروج ودخول ما عندنا حد شيء دونك نقعد اخوات هكا كي ولد فيها اخوات ولا واحد لازم يدخل باب الكبير الباب مش مش الباب واضح او توكا ما احلاكم ربي يفضلكم لبعضكم نقول لكم بون شونس ليكم انتم زاده خلينا نمشيو لعبد الستار وغفران دوك عبد الستار 24 سنه تخدم في قهوه غفران مازلت ما تخدمش عندكم 6 اشهر من اللي عرستو مازلتوا عرس جدد عرس جدد الف مبروك 6 اشهر معرسين دوك عرفتوا بعضكم هذايا لهنايا حاجه سبيسيال خاطر يجيونا ساعات كوبريت يقولوا لنا عرفنا بعضنا من الانستغرام فما يقولنا عرفنا بعضنا من فيسبوك فما يقولوا عرفنا بعضنا في عرس اما توما عرفتوا بعضكم على خاطر تلعبوا في تروح لودو حدكم اونليني بالزركتوا بعضكم تلعبوا في نفس تروح لودو تروح لدو تروح لدو ها دونك قابلنا جروب ميسنجر هي ما تعرفنيش وانا ما نعرفهاش دخلت انا واصحابي في الجروب عادي نلقاو جماعه ملانسين تروح لدو دخلت لعبت نلقى غفران وهي واصحابها بنات وكل شيء فهمنا اللي احنا باش نعملوا اختار والاختار هذا شنو هي معناها اللي باش يخسر
مشي الساحل المانيج خسرت ولا لسه؟ انا عرست والكام مشيت خسرت انا وهي خسرت هزيت المانيج ولا مش نزل المانيج لا عرسنا تقابلنا عرسنا خطبنا عملنا من الكل ولو من هذا ما نزلتش المانيج أنا ثم فازة أخرى قاعد نقرأ فيها في جروب هذي من الأول بديتوا قبل ما توليوا تخرجوا مع بعضكم بديتوا بالبروفوكاسيون معناتها تستفزوا في بعضكم خلينا نقولوا منهم مرة هي أخذت لك تصاورك ولبستك روبة يا ريتها روبة عملت فيها برشا عميل في وقتها أنا كنت مصدوم بعثت لها ميساج على قلت يا ريتها روبة أنت غفران شنية منها قلت لك يا ريتها روبة حاجة أخرى روبة متاع نوم هكا خلعة بريتيل نزلت وهبطت لك تصويرة في الجروب وكل شيء كنت مصدوم أنا شنية تو بعثت لها ميساج على البريفي قلت لها اسمعني باش نفضلك وباش كذا بينات بعضنا أما باش تفضحني هكا في الجروب ما نجيش منه أنا هكا قلت لي سامحني عملت لها أنت لا استنى ما وقفتش غادي أنت رجعت لها الفزع عملت لها تصور عاملة لحية إي عملت لي لحية عمل لك لحية ما خفتش تبقى حاجة في قلبي ما نجمش نخليها هكاك دونك الغولاسيون بتاعكم بديت بتفادلي كذا وبضحكوا راه تو عندكم ست أشهر معرسين نقول لكم بون شونس اسمح لكم أنتم زادة كيب الكوير عندكم لافونتاج نتاع الميز نمشيو المروة ومروان مرحبا اسمح لكم أنتم زادة مروة 31 سنة دونك عاملة ماستر اون سوسيولوجي مروان 36 سنة تكنيسيان سوبيريور في سوسيتي دو تيليكومونيكاسيون عندكم عامين معرسين وعندكم صغرون احمد باه نجم نقولوا زاد عرايس جدد ما تبخلاف 15 سنة عرس بقي كل عرايس جدد ربي يفضلوا لكم دونك انتوما ولاد حومة ما تعرفوش بعضكم جملة كيفاش صار الكونتاكت الاول فيسبوك فيسبوك انا يعني عادي في السوجيسيون كالعادة نلقى العباد يخرجوا لي ديما راها قدامي وانت وقتها كنت تشوفها ديما في الفوتوت بروفيل نتاعها معاها تفل معاها تفل دونك قلت لي زيد ما عندي ما وين نوصل معاها ديما نتعدى نقول فوك عليها من غير ما نقعد نعمل طلة زيد باش نقعد نشوف مره ما تدخل نعمل طلة دخلت بالزهر نلقاها هي مع خوها دونك طلع تفل هذاك خوها مهبط وقتها بالزهر الفيونساي نتاعو فطلع خوها في الاخر وقتها بعثت لها انا انفيتاسيون برا بعد قداش باش اكسبتيتها ساعه الانفيتاسيون هذيك قعدت نستنى نبعث لها ساعات سالو بونجور كما راح انت تعرف اللي هي جارتك ولا لا وقتها ما زلت ما نعرفش ما عندها لا حتى فكره جست ريتها عجبتني حبيت ابعث شو الحاجه اللي خلتك انت وقتها قبلت لافيتاسيون جاوبت مروه هكا قبلتو دورك مزيان قبلتو هذيك اول حاجه دو باز ومن بعد لا جارك بعد طلعت فل المحليه اي وتوا كيف ما قلنا عامين وانتم معرسين وعندكم بامبين وربي يفضله لكم كل شونس ليكم الكل ان شاء الله مربوحه ان شاء الله تخرج الكوبل من الكوبل اللي عندنا سواغ ان شاء الله وحتيكم تخرج له الكهرباء وانتم زاد في داركم كيف نعاود نذكركم اس ام اس في حرف ا ل 85812 يذوني وقايد باش نبداو في الميسيون تاعنا نبداو باللي كيسيون على 10 نقاط يلا ولاد السؤال الاول لكم انتم مساكم ماهوش قاعدين نسمعوا نلعبوا على 10 نقاط السؤال يقول مرتك مغرومه بفنان فما واحد فنان ستار تحبه هي وتموت عليه نحكيه على فنان تونسي في خرجة من الخرجات مرة انتم مع بعضكم هي راتو فرحت على الاخر وشدت من كثرة الفرحة محليك وراك خير ملي في التلفزة وسيلفيات وقديش تمنيت الراك وكل شيء وخليتك انت واقفة كيكة تستنى في بلاستيك كيفاش تتصرف شنو تعمل عبد ستار نتصرف عادي على روحي من بعد دكا فما شوية غيرة يعني كمام كير روح للدار نقول له علاش عملت كيكه معناها خير الدرجه عادي وقتها ومن بعد عركه في الدار باه اكتب لنا عادي ومن بعد نتفاهموا في الدار مروه كيف كيف عادي مش عركه في الدار مي نقول لها لمح لها اللي الحكايه هذيك مادري ما عادش تعاود معناتها وقتها عادي نورمال تقبلها من بعد تتفاهموا في الدار في الدار يا مش اوكي اكتب عادي وقتها نتفاهموا في الدار عمر ايه ساعه قبل ما تنقز ايش بدها ساعه وصلوه الجمله زيد ما وصلتلوش زيد زيد باش تبلانجا رغم اللي ما تعملهاش إيه انت تعرف اللي هي مغرومه بيه على الاخر مغرومه بيه حتى انا مغروم بيه ما تنكفوش تبصوا في بلاستيك تو نعنقون قول لي شو بتعملوا تعملوا ما تعملهاش ساعه قبل ما نقول عملتها معناتها اي اما ساعات عرفتك انت بالفرحه ما عادش فيق وقتها باللي لازم الشوم تاعها هي تنكز عليك تعنق وتقول له ما فرحت لي ريتك وكل لا عركه لسما سور بلاس وقتها سير بلاز ما تخليهاش تعنق تشد لا ما بصوش حتى للدار زاد غادي كذا غادي غادي على البلاصه عركه على البلاصه على البلاصه اكتب لنا عركه على البلاصه عدلين لا نحن انا عادي معناتها بالنسبه لي انا معناتها عادي تحب فنان تسلفي معاه اوكي اكتب لنا عادي عادي عادي, عادي. دونك انا لي ريبونس نتاعنا نرجعوا نسي ونشوفوا كيف يجاوبوا كيف كيف يلا
البنات سألنا رجالكم سؤال سيتواسيون معينة تقول لنا راجلك شنو يعمل في السيتواسيون هذه. السيتواسيون أنت مغرومة بفنان، فنان تونسي دونك ستار وكل، وأنت مغرومة بيه على الأخر. نهار تمشي أنت وراجلك عرضك الفنان هذايا بكثرة الفرحة نقصت عليه قلت له يا قداش فرحت كيريتك وقداش مغرومة بيك وقداش نحبك ومحليك وهاك خير في الدنيا خير من اللي في التلفزة وكل شيء هذاك الكل، وخليت راجلك هكاك واقف يستنى ويغزر لك. في السيتواسيون هذايا راجلك شنو يعمل؟ نبدأ بك أنت غفران. نتعاركوا ما يخلينيش نقف معاه اصلا، يهز يروح بيا طول بعدك عليه بالوقت، بعدني عليه ما يخلينيش. واضح ويتغش برش. واضح عبد الستار ورينا الاردواز راجلك طلع اسبري يخليك عادي ومن بعد عركه في الدار وقتها عادي. صافا سلكت صافا صافا. واش فيك مصدوم غفران؟ لا خاطر مش هتبيعته ماهيش تبيع من لون عادي نعمل لك من لون نجم نعمل لك نتفرج ولا قدام نتفرج في التلفزه عادي نقول شوف محلاه يسكر التلفزه نقول لي بري مشي يرقد كهو جمله واحده يسكر التلفزه يعملهم الكل. هي مكان يعرضك والعبد ذات نقز عليه وتعنقه كل شيء عادي. عادي وقتها من بعد في الدار نتفهم بعد في الدار نتفهم ومن بعد في الدار نعملها عركه على روحي عادي، اما في الشارع هكاك وفضايح قدام الناس ما نعملهاش. هو غزال طلع وحدنا على راسي وعيني شفتوا اليوم اما قدام الناس لا نمشيو لمروه ومروان. مروان شو يعمل في السيتواسيون كيف من هكا؟ ماهيش باش تعجبوا الفازه اكيد، اما ماهوش باش يعمل حتى شيء وقت. عادي وقتها من بعديك في الدار نتفاهم الدار يقول لي ما عجبتنيش وهكيكا. واضح ورينا الاردواز مروان عادي ومن بعد نتفاهموا وقتها عادي ومن بعد نروحوا الدار نتفاهموا. اخلاص لا مش عادي. شنو مش عادي؟ مش نسلم عليه وبالاحضان لا مش عادي. اغزل لي خلاص لازمك تفهم اللي هو عمر وقتها يعرف اللي انت فان بيه العبد هذاك على الاخر. والله فان ولا اللي هو لا مهما يكون حتى كنت نحبه على الاخر العبد هذاك. مش نحبه من صغيره مغرومه بيه. مش نحبه اكثر منه. مش نفس الحب. مغيار. يشدك يشدك ما تقول لك ما تحركش من هنا. لا ويتغشش اصلا. ويتغشش. اي لا لا. تولي عركه غادي. والله كان لازم يعملها برا روح معاه ولا تعرفش الرياكسيون بتاعه شنو تكون. ورينا عمر الاردواز شنو مكتوب. نحضر مرايو راني. عركه على البلاصه بون ريبونس. عشرة نقاط يتزادوا لكم ايكيب الكارو نمشيو لعدلان ومنى. حسب رايك عدلان شو يعمل في السيتواسيون كيف مرها هكا منى؟ نتصورش يتقلق. عادي. مش عادي اما من بعد كي يروح للدار مفاهمة اخرى. دوك كي تروح للدار غادي تولي عركة مفاهمة. لا مش عركة، عركة ما يقول لي اما عادي ولا مش عادي سخنت فيهم على هذه. عادي بالنسبة لي انك انت تشوف فنان وتحكي معاه و... تصور عادي. عادي. ورينا الاردواز عدلان. عادي بون ريبونس. دونك 10 نقاط يتزادوا لكم، 10 نقاط اخلاص عمر، 10 نقاط مروه ومروان، غفران عبد الستار مازلنا اما لاباس، مازالوا برشا العاب برشا اسئله، مازلتوا تنجموا ترجعوا في الطرح، تو باش نقلبوا، الاولاد انتم باش تلبسوا الكاسك باش تقعدوا مع البنات، يلا. البنات تو السؤال لكم انتم، نعطيكم سيتواسيون، انتوا راجلك مشيتوا تقضيوا دونك في غون سيرفاس وخذيتوا حاجه تطيبها صعيب، ما نعرفش انا بات غافيولي فريش ولا حاجه هكا تطيبها صعيب، خلطوا للكاسه كي شايف راجلك اللي انت خذيت الحاجه هذيك جا قدام الفوندوز وقال لك يا اخي انت تعرف الطيبه هذايا باللي عطيها الروسيت مدام وانت واقفه بجنبه، علاش راجلك وقتها عمل لك هيك؟ معناتها تنجم تكون فما بليزيوغ باغامتر، تنجم تكون وقتها متعاركين وهو على عصاب، وتنجم تكون هو ديما يفادلك وفادلك هكاك، تنجم تكون عجبته الفوندوز، تنجم تكون الوحده هذيك غاليه، بالنسبه ليك علاش قال هكاك غفران؟ تفادليك. تفادليك؟ اه يفادلك. عنده هو تفادليك هكاك؟ ديما يزرق. ديما يزرق. قداش اخر مره عملت تفادليك كيف من هكا؟ في دارنا. في داركم؟ اه. كيفاش؟ على الصباح كي مشينا لدارنا غاديك، قالت له ماما هاي باش طيب الملوخاي، قال له هي تعرف من اصله؟ قالها طيبة هانتي خلنا نفطر على روح يعني انت بتعرف طيبة ولا ايه؟ هيكا يمشي يفدلك اما نتعلم قاعدة نتعلم نعمل في مجهود اوتوكا وقتها قال لك قدام فوندوز خاطر يفدلك اكتب لنا يفدلك مروة انا نتصور زيد يفدلك خاطر ما نتصورش يجي حشمني قدام المرأة هكيك اما ينجم يفدلك تفدليك هكيك في العادة ليه ما ينجم يكون كان يفدلك هكا ما ينجم يكون كان يفدلك معناتها مش بتنرفيز حتى نبداو هكا في العائلة والكل كي ما نطيبش حاجة ولا نهار ما نطيبش ولا حاجة يبدا ينبر عليك يبدا ينبر عنده تنبيرات كيما هكا ما بينت العائلة ما البرا ليه ما باهي دوك يفدلك اكتب لنا يفدلك اخلاص خاطر يعرف روحه في الاخر هو اللي مش طيبها هذه حاجة جديدة على عمر هذه ما نعرفش دوك يعمل هذيك كله في الآخر هو اللي طيب لا في الآخر هو اللي مش طيب هذه رسيت ما نعرفهاش في الدار هو اللي طيب
اي تسكيكه شويه بيتزا وهيك يطيبهم هو بطبوط وكل حاجات معناتها تطيب مقرونه شكشوكه هيك ومن دوك عملت فدليك هذيك فقال كلمه هذيك بلوتو على خاطر هو يعرف هو اللي باش يطيبها هو اللي مش يطيبها في الاخر مش تحفي راسه باه اكتب لنا هو اللي باش يطيبها موني تصور يفدلك انا من طبيعه راجلي ما يقولهمش الحاجات هذوما معناتها يخو يخلص ويخرج دوك ما يبقى لك هيك سيكا عامل جو يفدلك ما ينقص ما نصورش يقول اما انت دونك قلت لي قال لك دونك يفدلك اكتب لنا يفدلك دونك عندنا 3 ريبونس يفدلك والريبونس الاخرى هي خاطر هو اللي باش يطيبها نشوفوا كاين الرجال قالوا هكا على خاطر يفدلكوا ولا علاش يلا الاولاد نعطيكم سيتواسيون انتوما باش تقولوا لي حسب مرتك علاش انت عملت هكاك ولا علاش قلت هكاك السيتواسيون انت ومرتك تقضيو دونك مشيتوا للجراند سيرفاس انت في الكيسه سي مرتك قالت عادي في القضيه يا مومون دوني خرجت حاجه اكلي مش مستنسين تاخذوها صعيب تطيبها حاجه معناتها جاي ان بو سبيسيال ان بو سوفيستيكي غزرت انت قدام الفوندوز غزرت للفوندوز قلت لها يا اخي تو تعرف طيبها انت بلي مادام معناتها الروسيتي عايشك خليت تفهمها علاش انت قلت كيك شنو الحاجه اللي خلتك تقول كيك ابسطها نستفز فيها عادي ساعات نستفزوا بعضنا احنا انا وياك تستفز فيها معناتها بروفوكاسيون تشري في عركه ولا تستفز فيها بتفدليك لا نستفز فيها بتفدليك مي هي في اللحظه هذيك تحسها عركه حسي أنا عملت الحاجة هذيك قصدها واضح وريني غفران شو مكتوب في الأردواز يفادلك بون ريبونس اون فاليد اون فاليد بون ريبونس مروان شنو الحاجة اللي خليتك تقول هكيكا قدام الفوندوز تصورش نقول هكيكا ما تصورش حتى كان نقول راني فادلك تفادلك فادلك ورينا الأردواز مروى يفادلك بون ريبونس عمر أول حاجة ما نقولهاش خاطرني خوها ونعملها هنا في الدار ونعملوها مع بعضنا والوراية كيفاش تعملها أما كان باش نقولها خاطر نفدلك ونعملوها في الدار أنا وياه ومعضنا ونتعلموها أما كان باش نقول فوندوز هكا نفدلك لا أكثر لا أقل إخلاص ورينا الأردواز خاطر في الأخر أنت اللي مش طيبة هي قالت خاطر في الأخر هو اللي باش يطيبها الريبونس نتاعك فيها وعليها أنت قلت تفدليك أما هي ما قالتش فدليك قالت خاطر في الأخر هو اللي باش يطيبها بون أنت قلت باش تطيبوها مع بعضكم مع بعضنا دوك نو ماهيش فاليدي نقعدوا في العشرة نقاط إخلاص وعمر نمشيو لعدلين ومنى نتصور تبدا حاجة معناتها ما تقولها لها الحاجة هذيك على خاطر أقل مصروف معناتها زايدة معناتها خاطر الحاجة غالية دوك حاجة غالية حاجة واضح ورينا منى الأردواز ماهوش يفدلك يحكي بجد موفيز ريبونس مش نفس الجواب نقعدوا في العشرة نقاط شو عدت باش تعطيها لك هيك قديم الفوندوز انت شيحه واخدين حاجه من غير ما تستعملوها الواش واخدينها معناتها زايده وتعطيها لك هيك قديم الفوندوز لازم نرجعها بيدي يا ملك لازم نهزها ونرجعها لقصدها اسمعني ريت موني وجه السوق من الاول نخلص في الكري ونخلص لك في الكري ومدري شنو ونحط فلوس الرابعه وبعد شايب علي اللي غاليه ومدري شنو المسؤوليه هيك هو صحيح دونك نعملوا ريزيمي دي بوان 10 نقاط عدلين وموني 10 نقاط اخلاص عمر 20 اون تيت مروى ومروان و10 نقاط غفران وعبد الستار تو باش نمشيو من الاسئله للالعاب تو سويت يلا اليوم نحب نحكي لكم على البيستيون تي 77 اللي جينا من عند لو جروب فاو ان دي جيون دي كونستركتور اوتوموبيل في الشين باش نحي لي فيش باش نحكي عليها من غير لي فيش على خاطر الكهرباء هذيا نعرفها بركدي ايتون دوني كو انا عندي نفس الكهرباء اي جو سوي بالحق تري فيير اي اونوري اني انا لامباسادور دو لا مارك في تونس دونك الكهرباء نعرفها بركدي 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 نجم نقول لكم اللي هي من احسن لي اس يو في اللي موجودين سور لو مارشي بالحق اول ما بديت نسوق فيها اول ما خديت الكهرباء هذيا جيتي très agréablement surpris que ce soit par l'intérieur l'espace les filles mendekh le luxe d'un design fi wost el karaba l'accessibilité ou les fonctionnalités les mojou d'une faire un grand luxe très bien étudié pour le confort ta ay wahed ysouq fiha wala min l'extérieur ta el karaba le design ki tchoufha el karaba mziana al akhir ntkhayel taw qadin tetfarjou w tqoulou el karaba hadiya bqadesh mumkin b 150 180 million la el karaba hadiya b 117 million w 777 w تنجم تولي كهرباء كهرباء نجم نقول لكم والله صدقوني من احسن الكراهب اللي موجودين سوق المارشي كهرباء اكسبسيونيل ا تولي نيفو كو سو سو ان تيرم دو سيكوريتي ديزاين كونفور تنو دو روت كوندويت بالحق كهرباء مرتاحه ا تولي نيفو اكسيسيبل الكهرباء هذه كيف ما قلنا تنجم تولي كهربتك
بسمس واحد في حرف أ ل85811، تجاوب على السؤال وتلقى روحك ممكن رابح البستيون T77 من عند الغرفة. الكهرباء هذايا ديسبونيبل في تونس ما عندهاش برشا، وتنجم تكون أنت من أول العباد اللي عندهم الكهرباء هذايا. بون شانس لكم انتم.